السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا وسهلا بكم خطوه حبايبي وكل متابعيني على اليوتيوب. النهارده يا جماعه يعني يعتبر ثاني مره او ثالث مره عند اخويا بشو زهران موزع ارنب وعلف وسلكات مستلزمات الارانب بتاعتنا في المينا الصعيد يا جماعه، ومؤسس مزارع المينا الصعيد تحت الاشراف بتاعنا وتحت رعايتنا يا جماعه باذن الله بشو زهران من المينيا سمالوط قريه حسن باشا. تمام، المزرعه يا جماعه المينيا سمالوط قريه حسن باشا واخد النهارده 7 طن علف من العلف بتاعنا، واخد قبل كده الارانب والسلكات، وبفضل الله بعد بكره انا النهارده الاربعاء بكره يا جماعه الخميس جاي له هنا 400 عين بطاريه، يعني 25 بطاريه هرمي، والخميس اللي بعده 25 بطاريه هرمي، يعني 800 عين بطاريه يا جماعه. هيبدا بشوي ينشئ فيهم هنا مزارع في المينا الصعيد. تمام، واحنا تحت امر الجميع، وطبعا العلف بتاعنا يا جماعه بفضل الله ده عالفتنه اهيت حاجه محترمه جدا جايبه مع بشوي نتائج كويسه جدا يا جماعه. بشوي هنا بيبيع العلف وعليه اقبال جامد هنا في العلف يا جماعه، والشغل بتاعنا ما شاء الله جايب معانا نتائج كويسه جدا. وبشوي طبعا مجهز العلف عشان نبدا يعلف الارانب، لان بشوي بيعلف في نظام وجبات الارنب. يلا نطلع بقى يا جماعه نشوف مزرعه بشوي بعد النقل الاولاني وبعد الشغل الاولاني هو بيعلف الارنب بتاعه. يلا بينا يا جماعه، يلا بينا. بشوي قبل رقم التليفون 011-22-14-3255 تاني 011-22-14-3255 يلا يا ريس. انا تحت امر الجميع. العنوان ايه بالظبط؟ العنوان محافظة المنيا مركز سمالوط قرية حسن باشا. قرية حسن باشا. شوفوا يا جماعة، ده بقى من ضمن عوامل النجاح. الأرنب جاي واقف فين؟ واقف على العلافة مستني العلف يا جماعة، شايفين؟ اهو يا جماعة شايفين؟ الارنب بخبط في سلكه مستني العلف، واقف مستني العلف. اه يا جماعه ادي العلفه بتاعتنا ان شاء الله اهيت. ده من ضمن عوامل النجاح انك تلاقي العنبر الاشبه فين برضه هناك يا جماعه. الارنب واقف مستني العلف، واقف مستني الاكل. تمام، ده من ضمن عوامل النجاح. اه يا جماعه. طب انت بقى هنا عينك كمربي او كصاحب مزرعه بتعرف الارنب التعبان ازاي؟ الارنب التعبان ما بيخش على العلف يا بشوي. ما بيجيش على العلف. ليه بقى؟ بتلاقي راكب ورا وتعبان وكاشش وفي مشاكل. المفروض لله. طب امانه كده العلفه عملت معاك اي مشكله من يوم ما اشتغلت بيه؟ لا تمام وزي الفل. اهو. زي الفل يا جماعه بفضل الله. يا جماعه اللي عايز يشتغل صح يشتغل بعلف صح. صح. يكون علف تمام مبسوط منه مصدر امان. تمام. اه شوف يا جماعه الارنب ان شاء الله واقف واقف من اول الخط يا جماعه، الاول الخط. واقف على العلف اهو. ده من ضمن عوامل النجاح يا شباب اهو، هنا برضه نفس الطريق. اه يا جماعه اهو. اه يا شباب بشوي يا جدعان بيطلع سلالات. بشوي مزرعه بتنتج سلالات. ماشي يا جدعان. واحنا تحت امر الجميع خط المينا الصعيد بفضل الله. الخط بتاعنا رقم 1 في المينا الصعيد يا جماعه، وخط الصعيد بشوي زهران. تمام؟ موزع الشغل بتاعنا العلف والارنب والسلك بتاعنا يا جماعه في خط المينا الصعيد، وخط الصعيد كله بمعنى اصح من اول اسوان لحد الجيزه. شايف يا جماعه لاحظتوا حاجه بشو بيعملها يا جدعان؟ انت لاحظت حاجه بشو بيعملها؟ بشو بعد ما بيعلف بيخبط على العلافه ليه؟ عارفين ليه؟ علشان يوقع العلفه اللي بتقف هنا كده. لان العلفه اللي وقفت هنا على السلك وفضلت يومين ثلاثه تمام، ممكن تقوم رايحه العلفه دي مرطبه، فالارنب لما يجوع يحاول ان هو يخرفش في العلافه يوقعها ياكلها تعمل له مشاكل. صح يا بشوي؟ صح يا احلى مسا عليه. احلى مسا عليك. ما شاء الله ارنب كله جاي على العلفه ان شاء الله يا جماعه. اهوت صف واحد هنا بقى انتباه بتاع زي ما اكون في الحرس الجمهوري. تمام؟ في ايه؟ لا أرنب والدي؟ لازم نتجوز بحاجة. طب يا جماعة ما شاء الله الأرنب ما شاء الله يا جماعة هو فين؟
واقف صف واحد على العلف ما شاء الله. وهناك شايفين برضه هناك يا جماعه اهو نفس الطريقه اهو فين مستنين العلف مستنين الاكل اهو يا شباب. هنا ما شاء الله الارانب بتركب بعضها مستنين العلف. هنا يا شباب ما شاء الله هناك برضه اهو اهو يا جماعه مستنيين. خبط كده اسمع 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 لما تخبط شايف الارنب جاي واقف على العلف على البتاع اللي على اللف مستني الوجبه بتاعته اهو. اهي يا جماعه ما شاء الله اهو. طبعا يا جماعه ده خط الصرف بتاعه بشوي شفناه شفتوا انتوا المره اللي فاتت تمام. هنا نفس الطريقه يا شباب اهوت ما شاء الله ربنا يبارك. اهو يا جماعه دي يا جماعه المزرعه بتاعت بشوي بشوي بادئ ارانبها وشغلها من عندنا بشوي يا جماعه بادئ ارانبها وشغلها من عندنا تمام. واحنا تحت امر الجميع اي حد محتاج علف محتاج سلك محتاج ارنب هيتواصل مع بشوي زهران في المنيا الصعيد هيقدر يوفر لك كل اللي انت عايزه مستلزمات الارنب. رقم التليفون يا بشوي 011-221-4-3255 واحنا تحت امر الجميع المنيا مركز صمالوط قرية حسن باشا. يلا بينا نكمل يا جماعة. شايفين يا جماعة فاتت ان احنا نجوع الارنب اهو شايف ده ميزة كبيرة بتبان لو تكون ارنب تعبان ارنب مش واكل كل ده بيبان يا جماعة مع الاكل اهو. شايفين هنا هنا الصف يا جماعة وانا ماشي باكل كده عيني وودني ومناخيري مع الارنب. ايوه تمام كده. ربما يكون في ارنب ميت ومعفن في الولادة اشم ريحته صح. ارنب مثلا مش واكل اشوفه تمام اسمحه. ارنب جايز يكون مثلا في ضرب وانا مش واخد بالي منه عيني عليه وانا ماشي كده اهو تمام يعني طبعا. مش ماشي اكل وخلاص كده واجب عليا وبقضيه. لا طبعا عيني وودني ومناخيري شغالين معايا. من ضمن نجاح المربي ان يكون عنده الحواس حاسه الشم والسمع تمام. دايما اكون ان اكون معدي كده وامشي وانا حاسس الشم بلاقي ارنب فعلا ميت معفن في الولاده بنلحقه بسرعه عشان ما يسبب مشاكل في الولاده تمام. فدي من ضمن عوامل النجاح اكيد طبعا اكيد. هو لكل مجتهد نصيب لازم هتجتهد ربنا يرزقك وربنا يكرمك ان شاء الله. مفيش حد بيتعب يا جماعه وربنا بيسيبه اكيد. يا جماعه برضو عايز يعني اوجه رساله للشباب اللي بتقول مشروع الارنب فاشل. يعني انا عايز اعرف مشروع الارنب فاشل ازاي؟ الفشل من المربي. يعني لو مشروع الارنب فاشل ما كانش بشوي عمل مزرعه بالقيمه والقام اللي هو فيها ديت. صح ولا يا عم بشوي؟ ما كناش كملنا لحد النهارده. ما كنتش كملت. معلش انا ما اكون بعمل مشروع بخسر فيه الا يجبرني ان انا اكمل فيه. ايوه. يعني ما معنى ان انا مكمل فيه معنى ان انا باكل ايه؟ ايوه انت بتكسب فيه. ايوه طبعا. يا جماعه احنا هنفترض ان الام بتكسب 100 جنيه في الشهر. تمام؟ يعني ال 200 ام يا بشوي يجيبوا 20,000 جنيه في الشهر. تمام تمام؟ 200 ام يكسبوا معاك 20,000 جنيه في الشهر. طب انت بقى ازاي بقى كمربي بتقول ان مشروع الارنب فاشل؟ الناس المربي لك مشروع الارنب فاشل، ازاي بربي امتين ثلاثه على الارض؟ ما بنضفش، بيشتغل بعلف زباله، تمام؟ مش شغال. خبره وبيحكم على المشروع. ايوه. خبره تحكم ليه على المشروع ان هو فاشل. شايفين يا جماعه؟ ان شاء الله. الارنب جاي على العلف كله جاي على العلف يا جماعه اهو ما شاء الله. اه يا شباب ما شاء الله. بشوي يا جماعه تقريبا ممكن ياكل له حركه 3 طن في الشهر علف صح؟ اه 3 واكثر. اه يعني ياكل في الشهر اكتر من 3